أهلا بيكم. درسنا النهاردة هو Revision and Testing. أول حاجة هناخدها هي Loop and Circle. دلوقتي احنا عندنا صورة بنت Girl، وعندنا دلوقتي كلمتين المفروض نختار الكلمة المناسبة ليها. عندي هنا منى وعندي هنا كريم. منى اسم بنت، أما كريم اسم ولد، واحنا قدامنا بنت يبقى نختار منى. بعد كده عندي Puppet وعندي Girl. دلوقتي احنا قدامنا ايه؟ قدامنا بابت، يبقى نختارها. طبعا مش جيل، مش بنت. بعد كده قدامي صورة ولد، هو دلوقتي قدامي بوي ولا جيل؟ طبعا اختار ايه؟ انا دلوقتي قدامي ولد يبقى بوي، اما بوي. بعد كده complete the sentence. number one I'm Kelly. I'm a طبعا a boy. انا كريم، انا ولد. يو سكر، يور ا طبعا بابت. اما هنا سبيس منى، يور سبيس طبعا يور منى، يور اجر. هنا عندي ايه؟ سبيس سكر، ام سبيس طبعا ام سكر، ام بابت. هنا أم منى، أم إيه طبعا، أم إيه أ جيرل. طيب بعد كده look and circle. دلوقتي أنا عندي صورة وعندي عليها 3 كلمات، إراسة ورولر وبنسل كيس. طبعا إراسة أستيك، رولر مسطرة، ما بنسل كيس مقلمة، يبقى أختار رولر. بعد كده عندي دلوقتي cold thirsty hot. دلوقتي احنا قدامنا كوباية ليمون. طب الكوباية دي ايه؟ تلج، ساقعة، موجود فيها قطعة تلج، يبقى نختار cold. بعد كده عندي cloud و tree و flower. دلوقتي انا قدامي صورة وردة flower، وعندي cloud سحابة. احنا قدامنا سحابة، لأ قدامنا tree، لأ شجرة، واحنا دلوقتي قدامنا flower، يبقى نختار. بعد كده read the question circle the answer. دلوقتي عندنا صورة وبنسأل الصورة دي are you sad؟ هل أنت حزين؟ طبعا هو طبعا حزين قدامنا اهو، مش هيقول no، هيقول yes I am، أنا حزين. بعد كده are you thirsty؟ سألنا بنت قلنا لها وهي بتاكل are you thirsty؟ طبعا هتقول لنا لا أنا جعان عشان كده باكل، لو كانت عطشانة كانت هتشرب، يبقى no I'm not I'm hungry. بعد كده دلوقتي احنا قدامنا حاجة سخنة، مكتوب هنا is it cold؟ is it cold؟ الإجابة ايه؟ هل هي باردة؟ هنقول طبعا no it isn't it's hot، دي ساقعة. بعد كده نيجي عند ال homework does it beginning with F or V؟ دلوقتي احنا عندنا 3 كلمات، والمفروض كل كلمة نكملها بالحرف ال F أو ال V. وبكده نكون خلصنا درسنا، ونقابلكم في درس جديد مع نفهم نتعلم ببساطة.